مباراه الاهلي والزمالك، وده الحديث بقى حديث الساعه في الساحه الرياضيه المصريه بشكل كامل. عايز اقول خبر مهم، خطوط سير الجماهير تحددت خلاص بوابات الدخول لبرج العرب هتكون ازاي، خصوصا في ظل حضور 5000 متفرج من جمهور النادي الاهلي و5000 متفرج ومشجع من جمهور نادي الزمالك. حدد الاجتماع الامني لمباراه السوبر بين فريقي الاهلي والزمالك يوم الجمعه المقبل باستاد برج العرب عن خط سير الجماهير الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، اما جمهور الاهلي فسوف يسلك مدخل الهواريه من الصحراوي. وتم تخصيص الجهه اليمنى لجمهور الزمالك كما هو المعتاد، وتحدد بوابه 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجه الموحده، وبوابه 2 لدخول حاملي الدرجه الاولى، فيما تم تحديد بوابه 7 لدخول جماهير الدرجه الموحده للنادي الاهلي، وبوابه 3 لحاملي تذاكر الدرجه الاولى من جمهور الاهلي. فيما تم تحديد بوابه 4 لدخول الفريقين، وبوابه 1 لكبار الشخصيات والاعلام الذين تحدد اعدادهم ب 150 صحفيا و 75 مصور. اذا هي فرصه لعوده الجمهور، وانا على مدار الايام اللي فاتت كل الزملاء الاعلاميين كانوا بيتكلموا في الجزئيه دي بالتحديد، عايزين نستغلها الفرصه دي، لازم نستغلها، عايزين نرجع الحياه لطبيعتها في الكره المصريه. فالدور عليك انت اللي هتحضر المباراه الجايه، سواء انت كزملكاوي او كاهلاوي، اي واحد هيحضر التزم بالسلوك اللائق، حاول تشجع فرقتك بس، ما تتطرقش لاي فريق اخر، مالكش دعوه بحد، ركز فريقك، فريقك فعلا محتاجك. انا بقى بتكلم على جمهور الاهلي بالذات، يعني فعلا فريقنا محتاج جمهوره يعني، فنفضل في ظهرهم ونساندهم ونشجعهم هم بس. فإن شاء الله تكون بداية لعودة الجماهير المصرية بشكل طبيعي خلال الفترة الجاية.